يا خيارة، يا أجاص، يا قفاء، يا قرعة. لو رأيتم أحدهم يشتم الآخر بهذه الطريقة بماذا كنتم تفكرون؟ من أغرب الأشياء الموجودة في تركيا أنهم يشتمون بعضهم بأسماء الخضار والفواكه. تجد أحدهم يشتم صديقه فيقول له يا خيارة أو يا أجاصة، وهذا جدا غريب. الآن نتوقف مع الشتيمة بأسماء الخضار والفواكه وبماذا تستخدم أيضا أسماء الخضار والفواكه. الشتيمة أكثر كلمة تستخدم في الشتائم هي هذه الكلمة أرموط. أرموط معناها أجاص، وإذا أطلقت على الشخص فهم يقصدون أنه غبي جدا. إذا قال الشخص أرموط فهذا يعني أنه غبي. وأيضا كلمة أرموط مستخدمة في الحكم، مثلا هذه الحكمة تقول أرموط دلنن دبنا دشار، أرموط دشار. الأجاص يسقط، الأجاص يسقط أين؟ ضلنن دبنا، ضلن ضل ضل بالأصل غصن، ضلنن دبنا على قعر غصنه، يسقط الأجاص على قعر غصنه يعني يسقط الأجاص بشكل مستقيم. لكن ما معنى هذه الحكمة؟ نقول بالعربية فرخ البط عوام، المقصود أن أولاد الأب يتأثرون به، يعني كما أن الأجاص يسقط أرضا عندما ينضج فإن أهل الإنسان يتأثرون به، مثلا الرجل أولاده يتأثرون به. ماذا نقول؟ نقول إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلوم الصبيان يوما على الرقص، أو فشيمة الصبيان دائما الرقص، أو هكذا. الآن أيضا ممكن يشتمون أحدهم فيقول له أرموط كبي، مثل الأرموط يعني غبي جدا، وتأتي أيضا بمعنى كسول جدا قليل الحركة. الحكمة التالية مثلا ماذا يقولون؟ يقولون أرموط بيش آزمدش، يا أيها الأجاص انضج واسقط في فمي، يعني تقال لأحدهم الذي يريد أن يربح من دون أن يعمل، يريد أن يكسب من دون أن يبذل أي جهد، يعني يا أيها الأجاص أنت لوحدك انضج وأنت لوحدك اسقط في فمي من دون أن أمد يدي وأزرعك، ومن دون أن أمد يدي وأقطفك، وهكذا. أرموط بيش آزمدش تستخدم هكذا. ندانشالش ميورسون أرموط ديش آزما، عفوا أرموط بيش آزما دشمن، وهكذا تستخدم يعني في المحادثات كثيرا. الحكمة الثالثة إذا رأوا شخص ضعف، ضعف جدا، نحول جدا، ضعفت صحته، يقولون تحول إلى عود أجاص. بوينو يعني قامته أو هكذا، بوين أرموط صبنا دندو، البوين هي الرقبة، بوينو أرموط صبنا دندو، تحولت رقبته إلى عود أجاص، يعني ممكن في أي وقت يموت، ضعف جدا، وهكذا. الحكمة التالية أو العبارة التالية لا يصح نسميها حكمة، مثلا نقول عن أحدهم يده تجمع الأجاص، المعنى لا يعمل شيئا أبدا. إليميز أرموط متوبليور، هل تجمع يدينا الأجاص؟ يعني شو حسبنا قاعدين على الفاضي بدون ما نشتغل؟ أتحسبوا أننا لا نعمل؟ إلي أرموط توبليور يعني يجلس بلا عمل، عبارة غريبة جدا. كما قال لي أحد العرب، قال لي أنا أعمل في معمل الراحة، ظننته محقا أنه يعمل هكذا، فإذا به يقصد أنا لا أعمل وإنما أنا مرتاح دائما، غريب جدا أليس كذلك. الحكمة التالية تقول مثلا أو القالب اللغوي ممكن نقول أولموش أرموط، طبعا هنا أولموش يعني الأرموط الذي صار بمعنى الناضج، أولموش أرموط كبير مثل الأجاص الناضج، إلينا دشتو دشمك، إذن سقط في يده مثل الأجاص الناضج، المعنى جاء إليه من دون تعب، من دون يعني مثلا أرموط أو مش أرموط كبير إلي ما دشته، جاء إلي مثل العرموط أو مثل الأجاص الناضج، يعني من دون أن أبذل أي جهد. أيضا تستخدم بمعنى ماذا في يدك فيجيب أرموط، بمعنى لا أريد أن أجيبك، مثلا نرى إنسان بيده لنقول جوال، فنقول له إليندا نيوار ماذا يوجد في يدك؟ فيجيبني أرموط جورميور مسلم تليفون إليندا تليفون وار، فعندما لا يريد أن يجيب أن يستهزئ بالعربية ماذا نقول؟ نقول له ماذا بيدك؟ فيقول لي حجرة، شو مارك شايف أنا ماسك جوال، هل يقول حجرة أم ماذا يقول؟ لا أدري. إذا بالتركية هكذا، إذا أراد أن ما يجيب أو أن يستهزئ بالسائل ويقول له ألا ترى، يقول له أرموط مثلا. الكلمة التالية التي تستخدم بالشتائم كلمة خيار. أرموط تستخدم في الشتائم بمعنى غبي أحمق، خيار تستخدم بمعنى فظ غليظ قليل أدب، وهكذا. أنا سمعتها كنت أدرس طلاب أئمة وخطباء،
أرى الطالب يقول للطالب خيار، فالطالب الآخر يغضب كثيرا. طبعا كلمة خيار كلمة عربية تركية. طبعا الأتراك لأني صارت هذه الكلمة شتيمة فصاروا أحيانا يلطفونها، بعضهم يقول سلطلق بدل هيار، لكن هيار هي الخيار. تجد أحدهم قال للآخر هيار فقام الآخر يضربه، لماذا تقول هيار وما المشكلة في هذه الكلمة؟ إنها شتيمة. نقرأ مثال عنها. المثال الأول أحدهم غاضب يقول من بالعربي نقول من الحمار الذي وضع المفتاح وترك الدراجة النارية وذهب، هنا بدل أن يقول من الحمار من الخيار الذي، إذا هانغي هيار أي خيار. أناهتارلاري متوسيكليتين أزارينا براكت، متوسيكليت الدراجة النارية، أزارينا براكت تركه عليها، إذا أي خيار ترك المفتاح على الدراجة وذهب، أي أحمق ترك المفتاح على الدراجة النارية وذهب ولم يقفلها. يعني الجملة التالية مثلا أيضا يقول يريدون إغلاق دكاني أما أنت فتجلس مثل الأحمق، مثل الغبي تستخدم بمعنى أحمق، إذن مثل الجاهل. دكانımı kapatmak istiyordu. استيوردو كان يريد أو كانوا يريدون. دكانımı kapatmak إغلاق دكاني. دكانımı kapatmak istiyordu. سان سا سان أنت سا لها معنيين إذا وإما أما. إذن سان سا أما أنت إيفت. دكانımı kapatmak istiyordu. سان سا خيار gibi dikiliyordun. أما أنت فكنت منتصبا مثل الخياري، يعني لا تعمل أي عمل وتقف بشكل أبله. العبارة التالية هي تعد حكمة، يقولون أعطوا ماذا نقول، أعطوا السائل خيارا يعني الشحاذ خيارا فلم يعجبه قائلا إنه أعوج. هذه الحكمة نقول بدل عنها نحن لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. بالتركية ماذا يقولون؟ ديلينجي المتسول، ديلينجيا للمتسول هيار فيرمشلر، أعطوا المتسول خيارا دا لكن أو هنا ف إيريديا بين ممش ف لم تعجبه قائلا إنها مائلة، إذا أعطوا السائل خيارا فلم تعجبه قائلا إنها مائلة يعني لا يعجبه العجب. طبعا هذا إذا شخص أعطيناه وما فعل يقبل نقول هكذا مثلا، لكن هذه ليست للاحترام بل للتسفيه. إذن دلنجيا هيار فيرمشلر إيريديا بيان ممش. بالعربي كما ذكرت نقول لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. هل هناك حكمة أخرى تناسب هذه العبارة أكثر؟ الحكمة التالية تستخدم، طبعا كلمة هيار كما قلنا تستخدم كشتيمة لكن تستخدم أيضا للأشياء الرخيصة. مثلا هنا من يقول من يشتري الحمار بسعر الخيار يموت حماره بالماء. المعنى يا مسترخص اللحم عند المرق تندم كما نقول بالعربية. المعنى من اشترى شيئا بسعر رخيص فإنه سيندم لأن هذا الشيء الرخيص سيتلف بسرعة. إذن هيار أكتشا سيلة. الآن أكتشا هي العملة في الزمن العثماني. هيار أكتشا سيلة بسعر الخيار يعني بثمن الخيار. هيار أكتشا سيلة ألوان إشك، إشك حمار. إذن الحمار المشترى بسعر الخيار هيار أكتشا سيلة ألوان إشين ألومو. إذن موت الحمار المشترى بسعر الخيار سودان أولور يكون من السوم من الماء يعني بموت بسرعة. إيفت بالعربية نقول يا مسترخص اللحم عند المرق تندم. الفاكهة الثالثة التي تستخدم في الشتائم هي فاكهة القرع كباك. إذا قالوا عن شخص كباك هي مثل الخيار يعني خيار معناها أيضا فظ غليظ قليل أدب وهكذا. لكن أيضا كلمة كباك تستخدم في الحكم. مثلا هنا يقولون الحكمة الفارة، عفوا الفارة لم تتسع في جحرها فروضت بذيلها أيضا قرعة. يعني أنت لوحدك ما تستطيع الدخول، لماذا فعلتي هذا؟ لماذا تدخلين معك شيء آخر؟ تقال للشيخ للشخص الذي عنده أعمال كثيرة جدا ولا يجد وقتا لها ثم يأخذ أعمال فوقها. هنا نقرأها فارة فارة دليك الجحر، دليا صممش. إذن فارة صممش الفارة لم تتسع، صمك الاتساع بيز بو إعتا صم يورز، نحن لا نتسع في هذا البيت. مثلا فارة دليا صممش بيردا كيرونا كباك باغلمش، بيردا باغلمش وأيضا ربطت كيرونا كيروك الذنب وأيضا. إذن الفارة لم تتسع في الجحر وأيضا ربطت في ذنبها كيرونا باغلمش. ماذا باغلمش؟
كبك قرعة. طبعا هنا مكتوب بدل كويرونا بدل ذيلها كتشنا. الكتشن يمكن أصل الكلمة ما هيك ولا كتش، كتش معقول يكون أصلها كتش. المهم معناها مؤخرة، لذلك لا أعرفها يعني. المهم مؤخرة بالعامية كتشنا، كتش أصل الكلمة غالبا. أنا ما رأيتها مستخدمة كهكذا كتش، وإنما دائما تقال كتشنا على مؤخرته أو هكذا. المهم ليس موضوعنا الآن. أيضا تستخدم كلمة كبك بالعربي، نقول وقع الفأس بالرأس. بالتركية يقولون وقعت القرعة بالرأس. مثلا هنا نقول كبك باشنا بطلمش بطلد. القرعة كبك باشنا على رأسه، باش رأس، باش رأسه، باشنا على رأسه. إذن كبك باشنا بطلد أو بطلمش أو بطل يجاك أو هكذا. إذن وقعت بطلمش معناها انفجرت، انفجرت القرعة على رأسه، بمعنى كما نقول بالعربية وقع الفأس بالرأس. مثلا إذا قام عدة أشخاص بارتكاب خطأ معين ثم وضعت جميع المسؤولية على شخص معين، نقول كبك باشنا بطلمش. أيضا ممكن استخدمها في قالب لغوي آخر، نقول كبك جكت. مثلا أنا اشتريت بطيخة فتحتها كبك جكت، طلعت بيضة غير ناضجة، فنقول كبك جكت طلعت أرعى بالعامية. وليس المقصود منها أنها أصبحت ثمرة قرع، وإنما المقصود بها أنها خرجت غير ناضجة، غير ناضجة بيضاء وهكذا. القالب الرابع نقول عن الشخص تفتح مثل زهرة القرع، بمعنى كان خجولا جدا جدا وفجأة صار شخصا جريئا أو يعني مدهشا، فنقول كبك تشيجي جيبي مثل زهرة القرع. كبك قرع، كبك تشيجي زهرة القرع، كبك تشيجي جيبي أتشلد. الكبك أيضا تقال لثمرة الكوسة، لكن اسمه سكز كبا، قرع السكز أو هكذا. المهم هذا الإشارة نذيبها. الحكمة الخامسة أو القطعة الخامسة نقول عن شخص، عفوا نقول كبك جبي مثل القرع. متى نقولها؟ نقول إذا شيء تويسوز، يعني إذا الشيء ليس عليه شعر أبدا نقول كبك جبي مثل القرع، ليس عليه شعر ولا زغب أبدا. أيضا إذا أحد كان غير مرتدي ثياب تحقيرا يقال له كبك. إذا مثلا سيدة لبست أشياء فاضحة جدا يقولون عنها استهزاء وتحقيرا هير طرفنا أتشمش كبك جبي مثل القرعة فتحت كل جسدها أو عرضت كل جسدها وهكذا. يعني هذه عبارة شائعة. طيب الحكمة السادسة أو القالب السادس نقول أرتك كبك تدوريور. هذا الأمر صار طعمته، صارت طعمته قرعا. ما معنى هذا الأمر صارت طعمته قرعا؟ معنى هذا أن هذا الأمر صار مملا ومزعجا جدا. يعني هذا قالب لغوي. إذن بكنلك دويرك يعطي إحساس بالسأم. أنو استماز درو مجالك نصبح لا نريده أبدا. نقول صارت طعمته قرع، يعني ما عاد ينهضم أبدا، ما عاد يشتهى أبدا، لم يعد يرغب به أبدا. الحكمة السابعة أو القالب السابع، حكمة هذه تقول لا يقال قرع قرب الأقرع. أنا لما قرأت هذه العبارة فهمتها بالعربية. من أنا عمري سنتين وأنا أقول أقرع للذي ليس عنده شعر وألعب مع كبار السن وأقول له ما كذا أقرع. الآن انتبهت أنه قرعة هي نبتة القرعة، ونقول للأصلع قرعة أيضا بالعامية. ما هيك؟ كل ينندا قرب الأصلع كالأصلع. كبك أنلماز، أنلماز لا يذكر، أنمك ذكر. لا يذكر القرع قرب الأصلع، لا يذكر القرع قرب الأقرع، لا تذكر القرعة عند الأقرع. نعم نحن كنا نقول للأصلع أقرع، وما كنت أدري أبدا أن هذه الكلمة مأخوذة من هذه الكلمة، مع أنني أعرف القرع النبتة وأعرف القرعة بمعنى الصلعة، ولكن ما كنت أنتبه أنني أستخدم كلمة واحدة في السياقين. هل تفعلوا هذا أنتم أم لا؟ الحكمة الثامنة والأخيرة في موضوع القرع يقول من يزرع القرع مع الشيطان ينفجر القرع برأسه، بمعنى من يعمل مع الماكر يقع الفأس برأسه. هكذا يمكن أن نقول بالعربية شيطان لا مع الشيطاني. هنا الشيطان مقصود به الشخص الماكر. كبك أكان، أكمك زراعة، أكان الزارع الذي يزرع. إذن شيطان لا كبك أكان، زارع القرع مع الشيطان أكانين كبك بشنا. إذن أكانين بش على رأس الزارع بطلر. إذن ينفجر
هكذا نقول نمسح ما كتبناه ينفجر القرع على رأس زارع القرع مع الشيطان. بالعربية نقول من يزرع القرع مع الشيطان ينكسر القرع على رأسه. من يعمل مع الماكرين من يشارك الماكرين يقع الفأس برأسه، أو هكذا. الكلمة الأخيرة التي تستخدم من أسماء الفواكه لغير ما صنعت له أو لغير استخداما مجازيا خلينا نقول هي كلمة أيفا. أيفا هي كلمة السفرجل، بالعربية نقول شعر دعت أرسلت إليه سفرجلا فتشاءم، أو في كلمة من السفر، سفرجل له علاقة بالسفر، البعض العرب كانوا يتشاءمون منه. بتركيا نقول أيفايدي أكل السفرجل، بمعنى وقعت المشكلة برأسه، كما يقال بالعامية أكل هوا. أيفايدك أكلنا سفرجل، بمعنى وقعنا في أزمة أو وقعنا في حالة صعبة. هل تعرفون بالعربية أو بالتركية أسماء خضار أو فواكه أخرى تستخدم في الشتائم أولا أو تستخدم في المعاني المجازية؟ إن كنتم تعرفون هذا اكتبوه في تعليق وسأقرأ جميع تعليقاتكم. دامت البسمة مترخصة على شفاهكم، والفرحة والسعادة والسرور مليئين لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.